تخيل أن صديقك وشريك غرفتك لسنوات هو فقط خيال ولا وجود له. عبقري الرياضيات وفك الشفرات الأمريكي جون ناش يثبت للعالم أن هناك خطاً رفيعاً جداً بين العبقرية والجنون. شاهدوا معنا رائعة العبقري راسل كرو الحائزة على 4 جوائز أوسكار. جون فوريس ناش حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد والرياضيات وعالم الاقتصاد الأمريكي، أصيب بمرض انفصام في شبابه بسبب هوسه بالأرقام والمعادلات الرياضية، واهتم دائماً بنظرية الألعاب والهندسة التفاضلية. وفي سن 12 كان يقوم بالتجارب العلمية في غرفته الخاصة في البيت، وكان واضحاً أنه منذ نعومة أظافره لا يحب أن يقوم بالأعمال التي تحتاج مساعدة الآخرين، بل كان يفضل أن يقوم بها بمفرده. لقد حول الرفض الاجتماعي الذي يتعرض له من قبل زملائه إلى التعمق في الدراسة وإلى عمليات فكرية، إيماناً منه بأن الرياضة والرقص يصرفانه عن تجاربه العلمية وعن دراساته. وخلال الحرب العالمية الثانية، حين كان الأولاد في عمره يريدون أن يصبحوا جنوداً، كان هو يخترع شفرات سرية. وبعد تخرجه منح ناش الزمالة من جامعة برينستون، حيث حصل على الدكتوراه عام 1950 في نظرية الألغاز، وعمل مدرساً في كلية الرياضيات خلال الفترة من 1955 حتى استقالته في ربيع 1959. وبدت على جون ناش أعراض الانفصام عام 1958، حيث اعتقد طوال سنواته في جامعة برينستون منذ عام 1945 أن لديه شريكاً في غرفته هو تشارلز هيرمان، ولكن الوثائق بيّنت أنه كان يسكن وحده وأصبح مذعوراً وأدخل مستشفى ماكلين في أواخر عام 1959، حيث شخصوا إصابته بانفصام الشخصية الارتيابي مع اكتئاب بسيط وقلة تقدير للذات. وبعد البقاء الصعب في باريس وجنيف، عاد ناش إلى برينستون في عام 1960، وظل يدخل ويخرج من مستشفيات الأمراض العقلية حتى عام 1970. تلك الأحداث الواقعية المثيرة خرجت لنا في عمل سينمائي على شاشة الكبيرة تحت عنوان العقل الجميل A Beautiful Mind عام 2001، وأخرجه لنا صانع الأفلام الأمريكي رون هاوارد. وجسد الممثل الموهوب راسل كرو شخصية جون ناش عبقري الرياضيات، وشاركته في التمثيل الممثلة جينيفر كونيلي التي قامت بدور إليشيا الطالبة السابقة لناش وزوجته فيما بعد، والممثل البريطاني بول بيتاني الذي قام بدور تشارلز هيرمان زميل غرفة ناش المرح والداعم وأفضل صديق ملازم له طوال الوقت، والذي اكتشف ناش فيما بعد أنه غير حقيقي. وجسد راسل كرو حالة جون ناش النفسية، وهي تزداد سوءاً عندما اقتنع أنه مطارد من عملاء روسيين ويحاول الفرار منهم، فشعرت زوجته بضرورة استشارة طبيب نفسي، وبالفعل تصحبه إلى مستشفى الأمراض النفسية، وهناك حاول جون ناش عدم التعامل مع الأطباء ظناً أنهم خاطفون من روسيا، وتم تشخيص حالته على أنها انفصام في الشخصية. وفي النهاية يقرر جون أن ينتفض ويكف عن هلوسته ويحاول تجاهلها بدلاً من تدمير حياته، فيقرر العودة إلى جامعة برينستون ليصبح رئيساً لقسم الرياضيات بها، كما استطاع أن يحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1994 ميلادياً. وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 314 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وفاز بأربعة من جوائز الأوسكار، منها أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل ممثلة مساعدة.